أقامت هيئة الترفيه في المنطقة الشرقية فعالية مميزة، حيث يعتبر هذا الحدث الأول على مستوى الشرق الأوسط. وتحتوي هذه الفعالية على العديد من الفقرات، منها عرض البالون والذي يتكون من 20,000 بالونة تم نفخها بأجهزة إلكترونية خاصة لنفخ البالونات. بداية الفكرة هذه احنا كان فيه لنا علاقة مع الناس المصممين لها الأوروبيين من قبل سنتين. الحقيقة قبل سنتين كان الوضع صعب انك تجيبهم في السعودية، لانه المجال ضيق انك تجيب الفعاليات هذه عندنا. ولكن الحمد لله بعد رؤية 2030 وبداية هيئة الترفيه تسهلت امور كثيرة بحيث ان نقدر نجيب الفعالية هذه عندنا في السعودية. والذي عمل عليها الفريق الأوروبي بمساعدة من مجموعة من الشباب السعوديين. بالنسبة للفكرة الفعالية هي اللي هو تجهيز مسرح كامل بالبالونات، اللي هي عبارة عن قلعات وعبارة عن أشكال كبيرة بأحجامها الطبيعية لحيوانات أو أشياء ثابتة. الذين شاركوا بفقرة خاصة بعلم المملكة وعرض حكاية الأمير الذي احتوى على قصة خيالية مليئة بالإثارة، بمشاركة العديد من الأطفال السعوديين والفريق الأوروبي. بدينا في ورشة العمل أسبوع وإحنا نشتغل في تشكيل الديكوريشن على المسرح البالونات وتشكيل الأجسام اللي هو الحيوانات زي ما شفتوا أو بتشوفون، اللي هو الأخطبوط وسمكة القرش. وفي من ضمن الفريق الفرنسي ناس يعني فنيين آرتست، في يتم تشكيل يرسم الشكل ويحاول يرقم الأرقام معينة على حسب الرسمة ويبدأ يشتغل فيها. فمثلا زي شكل الفيل أخذ تقريبا يوم كامل. لبرنامج صباح السعودية شيماء العيد.